يا هلا والله بالاساطير وبفيديو جديد. طبعا يا اخوان اليوم بدنا نحكي بقصة منتشرة بشكل يعني بين العرب، انه شو قصة جليتش الشدات وليش انا جاي انشتم من قبل العالم هدول، وليش يا علي انت سكرت جليتش الشدات وما خليتنا نستفاد، ليش يعني ليش سويت هذا الشيء؟ طبعا يا شباب الفيديو تبع اليوم هو مو مهم الفيديو او المحتوى تبع الراست اللي هلا جاي تشوفوه، لانه هذا افشل ريد ممكن تشوفوه لمتابعين كانوا متريدين بالسيرفر، فكان عندهم يعني كم ام فور ويعني هيك 60 قنبله، فرحنا شوي ندغدغ الاعداء بين قوسين. فبخلال هذا الفيديو كمان احكي لكم القصه تبع الشداد. فيا اخوان بالبدايه طبعا انا حاب اتشكر متابعيني كتير كتير كتير، والسبب انه حاب اقولكم انه انتو سويتوا لي شغلات بعض منكم اعز اصدقائي ما خدموني اياها، يعني في بعض المتابعين عن جد ساعدوني بخدمات اعز اصحابي ما سووا لي اياها، وهلا راح تعرفوا ليش من خلال القصة. طبعا يا شباب قبل 4 شهور اجاني واحد من متابعيني هيك من تقريبا 4 شهور 5 شهور هيك شيء، كان كل مرة عم يراسلني يقول علي 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 بس رد علي بس رد علي، عندي شيء لإلك يعني افيدك لإلك بس رد علي. انا مو تكبر لا والله العظيم لا تكبر لا شيء، من كتر ما في عندي رسائل بالديسكورد يعني على الخاص، فباليوم لما اكون فاضي هيك عم اتصفح لي الرسائل لبين ما اجيت على رسائل تبع هذا يعني المتابع او الولد او الشاب. فهون انا فتحت الرسالة تبعيته شفت الولد عم يحكي لي انه والله علي في جليتش تهكير شدات وبيشتغل بالعراق. قلت له والله ما اصدقك، عندك دليل يعني اذا يعني تفرجيني؟ بقى شو الزلمة فرجاني حسابه، يعني شفته انه ولد، يعني مستحيل انه ولد يكون معه هالكمية من المصاري يشحن حساب يفتح كل شيء، يعني ترى اللعبة بتكلف تقريبا الافات اذا بده يشحن هيك حسابه. فهون انا استغربت، يعني قلت له للشاب انه شو القصة، يعني انت هلا كنت عم تقلي بدي افيدك، يعني بشو بدك تفيدني مثلا؟ يعني فرجيتنا حسابك وما استفدنا منك شيء، وانا اصلا مو مشان الاستفادة، قلت له مشان يعني استكشف شنو الموضوع بالضبط. فهون الشاب قال يا علي انا حاب اعلمك جليتش تهكير شداد، بس هذا الجليتش بيشتغل بس بالعراق. قلت له يعني شلون يشتغل بالعراق؟ قال والله هيك وهيك وهيك، يشتغل بالعراق وعلى خط الزين. قلت له تمام، والله الزلمة هون علمني الجليتش، وحتى هو يعني علمني الجليتش يعني بعدين شكرته بما انه ما كان يشتغل عندي كمان، بس كان عندي يعني بما يعني مثل ما عم يقولوا اصدقاء على اساس انه فيني اوثق فيهم، او على اساس انه اخوة مثل ما عم يقولوا. هنين كمان كانوا من العراق، طبعا كل تحياتي لشعب العراق العظيم. فهذول الاخوة من العراق رحت لعندهم قلت لهم ولا في عندي جليتش هيك وهيك وهيك، نفس الوقت ما حاب اعلمكم، ونفس الوقت يعني الجليتش اذا بنسويه رح يفيدنا، عرفت شلون؟ يعني تهكير شدات كمان مو قليلة. فهون انا يعني كنت متردد، فلما قلت له لصديقي هداك على اساس انه اصدقائي انه هيك وهيك، الزلمة اصر علي قال الا بدك تعلمني، حتى لو تبيع لي الجليتش بمصاري رح اشتري منك. قلت له لا 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 مو عيب عليك عم تجيب لي سيرة المصاري، والله اذا مرة تانية تجيب سيرة المصاري بعد لا انا اعرفك ولا انت تعرفني. طبعا هذا الحكي بيني وبين هداك الصديق العراقي الله يسامحه طبعا. فهون الزلمة المهم بين قوسين جبرني اعلمه جليتش الشدات. المهم علمته لهذا الزلمة تبع جليتش الشدات، قلت له ما دام انت كمان تعلمت اذا فيك يعني مثلا تفيدني بهدول التيكيتات البيض اللي الواحد يشتري فيهم الاس ام جي لما اول واحد يعني الواحد يدخل السيرفر وهيك، عاشت ايدك. الزلمة هيك قبل ما اعلمه الجليتش قال علي باوع اشقد ما تريد اعطيك الدنيا كلها بس علمني هذا جليتش الشدات. قلت له يعني اكيد يا والله ما بدي، يعني هلا اذا اعلمك لك يعني حرام، يعني
انت بس حسابك يكون قوي والناس كمان فقراء، وانت تروح تتمسخر على العالم، وهدول اللي شاحنين المصاري يعني هدول يعني بعرق جبينهم عم يشحنوا وانت ايزي. قال لا، المهم علمته للشاب انه هيك وهيك وهيك. فهون انا طلبت عدد معين يعني من هذا الصديق على اساس انه يعطيني تيكتات بيت، على اساس بدي اطور الانفور تبعيتي فيها للليفل 4، تمام. فهذا الزلمه ما وفى بوعده لإلي. شلون يعني؟ هيك اعطاني هيك بس 1000-2000 تيكت ابيض، وقال بعدين علاوي اصبتك بكره او بعد بكره. بعد يومين هيك ثلاثه راسلته، قلت له ها اخوي شو صار معك؟ قال والله علاوي هيك وهيك وهيك، والجليتش مالتك تسكر. قلت له كيف تسكر؟ قال والله الجليتش تبع تحكير الشداد تسكر. وانا يعني زلمي على نيتي صدقته، يعني انا بعتبره مثل ما عم يقولوا اكثر اعز من اخ، فاكيد ما اكذب اخواني. صدقته للزلمه. بعد مرور 4 شهور 5 شهور هذا الشخص عم يجيني على الديسكورد وعم يقل لي انه والله علي انا بدي افتح سيرفر مودد، تعال زبط لي الشدات، عفوا الاعدادات تبع هذا السيرفر. قلت له اخي انت وتشحن الشدات، ترى انا بعرفك انت شخص كحتي، ها يعني على مين عم تضحك انه بدك تشحن سيرفر وهيك. المهم قنعته للزلمة انه يعترف لي انه ان من وين جايب هالشدات اللي بده يفتح فيه السيرفر، تمام، لانه انا بعرفه هذا صديقي واحد كهتي ولا يموت يعني ما يفتح سيرفر. فهون اعترف لي. شو قال لي؟ قال والله علي تتذكر جليتش الشدات تبعك؟ قلت له ايه. قال هذاك الجليتش الشدات تبعك تسكر. قلت له بعرف انه تسكر. قال بس اجى واحد شخص عراقي تاني وعلمني هذا الجليتش تبع الشدات. قلت له كيف يعني شخص عراقي علمك جليتش تحكير شدات وباللعبة كلها ما حدا يعرف جليتش الشدات غيري وانا واحد من متابعيني؟ قال والله اجى واحد تاني علمني جليتش شدات وما بعرف شو. هون انا ما صدقته، انا ما صدقته، والسبب انه ما حدا بيعرف انه في جليتش تهكير الشدات باللعبة اساسا غيري انا، تمام. فهون انا قررت انه اتأكد من الموضوع، انه هل يا ترى يعني في حدا بيعرف الجليتش ولا لا. بس قبل اسوي هذا الشيء قلت والله لأتأكد من جليتشي اللي علمته يا من 4 شهور اذا عن جد لساته شغال ولا لا. جبت لي اخ عراقي، هو كمان من اخواني وعزيز علي كلش كلش. قلت له تعال اخي بس بدي اشوفك اذا يعني في هيك شيء وشيء القصة. المهم شرحت له، قلت له اذا صارت انت تستفاد ويعني بالعافية عليك، بس انا بدي اعرف القصة تبع هذا يعني الزلمي تبع صديقي هذاك اللي كنت معلمه الجليتش من 4 شهور. والله سويت الجليتش تبع هداك تبع الشدات اللي مخبريني اياه من 4 شهور انه الجليتش متسكر. وفجأة الاقي لكم صديقي يقول لي انه والله الجليتش عندي اشتغل بالعراق. هون انا انصدمت، قلت له ليش يعني يشتغل اكيد؟ قال ايه والله جليتش تهكير الشدات. فهون يا شباب لما الشاب قال لي انه الجليتش يشتغل، انا كمان كنت متردد وما يعني ما صدقته هالزيادة. والسبب انا بعتبر هداك اخوي وما يكذب علي على اساس، عرفتوا شلون؟ فهون انا رحت وتأكدت من حساباتهم، وما اشوف لكم غير حساباتهم متروسة كل مسجات وسكنات. انا هون عصبت، تعرفوا ليش؟ يعني تخيلوا من 4 شهور مخبريني انه جليتش تهكير الشدات متسكر بس مشان انا ما اعلم حدا ومشان ما يتسكر الجليتش ويضل الجليتش لإلهم وما حدا مستفاد، كذبوا علي وحرموني من هذا الجليتش لمدة
مدتها 4 شهور وهن كل مرة عم يشحنوا بحساباتهم وبيستفادوا براسي. فلما عرفت هذا الشيء رحت لعنده على الخاص، صراحة شتمته كم شتمت يعني شتيمة مو على الأهل وإنما عليه. قلت له أنت واحد هيك وهيك يا منافق، والله ما أناك زلمة، يعني بهتلته لإله. بعدين هو بعدين راح يعني طلع من الاتصال، صديقه كان موجود لهداك اللي أنا كنت معلمه الجليتش وكذب علي. أنا قلت لصديقه، قلت له روح قل له وعد شرف مني لإلك أسكر جليتش الشدات، مثل ما هن كذبوا علي وخانوني وما خلونا لا احنا نستفاد وهن يستفادون براسنا الا لسكر له الجليتش هذا، ووعد شرف وعدتهم. ها فشو هون انا شو سويت؟ رحت على الديسكورد على اليوتيوب على الفيسبوك، نشرت الجليتش، نشرت الجليتش لمدة تقريبا 2 يوم. خلال هاي المدة تمام وصل الجليتش من واحد لتاني لتاني الى ثالث وهيك الى لثلاث ارباع العرب، وما حدا بيعرف من وين الجليتش جاي، ومين ما يعني يشوف حدا هذا يقول والله الجليتش من عندي وهذا يقول الجليتش من عندي، وهن اساسا ما بيعرفوا الجليتش من وين جاي. تمام مالنا فيها، ما في مشكلة. المهم نشرت الجليتش تقريبا خليت الناس تستفاد لمدة 2 يوم. ها وفي منهم وصلوا انفوراتهم للكل مسج واسلحتهم من هالحكي طبعا. فيعني ما عدا اللي اخذوا شدات كومي ما بدنا نحكي فيها، بالعافية عليهم، الف عافية عليهم، يستاهلون. فهون صار دور شو؟ صار دور انه علي يوفي بوعده. انا رحت عند صديقي العراقي قلت له افتح لي ستريم وسوي الجليتش وانا رح اصور مقطع. هذا الزلمة سوى الجليتش، انا صورت مقطع للستريم تبعه من خلال الديسكورد، وكتبت جريدة كاملة للشركة ووضحت للشركة اي ريبورت ذا جليتش ذا تيكت جليتش. تمام المهم شرحت لهم انه في جليتش بيخترق الشدات تبعكم وبيسرق مصاريكم. تمام هون انا شرحت للشركة برسالتين بعثت لهم مع فيديو توضيحي كامل مكمل. يعني الليلة اللي انا بعثت فيها الرسالة بهالليلة تقريبا الساعة 3 الشركة شكرتني 2 مرات بالرسالة. ها 2 مرات شكرتني، وسبحان الله تاني يوم اجيت وما الاقي لكم غير الخاص عندي كله شتم. لما شفت الخاص عندي شتم انا ما يعني ما عرفت شنو السالفة، رحت اكدت من رسائل الشركة اللي جايتني فشفتون انه عم يشكروني. فهون انا تأكدت انه والله تم سكر الجليتش. فهون شو صار؟ العرب كلها بلشت تشتم فيني من الصغير الى الكبير. تمام ليش يحزركم؟ لانه انا سكرت جليتش تهكير الشدات. طبعا يا اساطير لكل شخص انا سكرت له جليتش شدات، شوفوا انا والله العظيم مو من شان اي واحد فيكم، انا من شان الخيانة والغدر اللي انا خانوني فيه. تمام شباب طبعا انا بتشكر كل واحد شتمني لانه هذا الشيء الحمد لله بيجيب لي الحسنات. تمام فهاي هي كل ما فيها قصة جليتش الشدات. Thank you.
فيا مالك بقول لك الله يسامحك اخوي، وها هذاك الاعلان اللي انت سويت لي قبل سنه كمان، يعني انت سويت لي وما كنت مخبرك انك تسوي لي الاعلان، يعني بالحالتين انا ماني مستفاد منك ام الاستفاده، والله انك تحكي عني مصلحه صراحه هاي ما بقبلها على نفسي. فيلا شباب هيك بتمنى انه وضحت لكم كل شيء، وقصه مالك كمان ما حبيت اخليها بقلبي مشان تعرفوا انتو مين عم تتابعوا، عرفتوا شلون؟ يعني انا صراحة من وجهة نظري انتو شوفوا احكموا بنفسكم اذا هذا الشخص يستاهل المتابعة ولا لا. انا مو قصة اقطع من رزقه او شيء، بس يعني انتو شوفت عينكم. يلا شباب هيك بترككم في امان الله، والسلام عليكم.